أكثر من 20 هجوماً تعرضت له القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 من أكتوبر الجاري، بحسب ما كشف عنه مسؤول رفيع في البنتاغون، حيث توزعت الهجمات ضد القوات الأمريكية بين 14 هجوماً في العراق وتسعة في سوريا عبر المسيرات والصواريخ، وتم إحباط أغلبها. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الضربة التي وجهت مؤخراً لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا كانت دقيقة، وأكدوا احتفاظ الولايات المتحدة بحق الرد في الوقت والمكان الذي تختاره وستواصل القيام بذلك. وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن البنتاغون أن نحو 900 من عناصر القوات الأمريكية الإضافية توجهوا إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من قبل الجماعات الموالية لإيران على حد وصفه. في وقت نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر عسكري قوله إن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه قبالة سواحل إسرائيل، حيث ستنضم إلى قوة أمريكية من السفن الحربية والجنود في ظل سعي الولايات المتحدة لإرسال رسالة ردع لإيران ومنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي. We'll be right back.